السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نريكم أحسن طريقة بالنسبة للناس اللي فيها السخانة، واحد الطريقة عملية اللي هي ما محتاجاش طبيب أو محتاجة أدوية اللي هي بعض المرات كتكون باهظة بالنسبة للناس. المهم سبحان الله، المعجزة كتكمن في البصل. أولا كنشدو بصلة عادية، كنشدوها كنقطعوها شرائح بحال هكا، المهم شرائح صغيرة بطبيعة الحال، ماشي بالضرورة تكون بصلة، يعني ماشي نوع، يعني جميع البصل في هاد المرحلة نقدروا نستعملوه. المهم انتم مش قطعتها شرائح، واخا كتبان لكم هكا هي راه مقطعه. كنشدوا جوج ديال الجوارب اللي نلبسوهم في الليل على الحال، كنديروا فيهم شرائح بحال هكا، نديرهم وسط الجوارب هكا، واذا استطعنا اننا نقطعوهم يعني باصغر يكون افضل، لكن المهم حنا هكا راه مزيان هكذا. نشوف الجهة الجورب الثاني، السؤال اللي كيعطيوه لي بزاف الناس كيقول لك واش بالضروره يكونوا جوارب بويض؟ بطبيعه الحال هذا ماشي سؤال، لانه يعني اي جوارب قادم بالغرض. ها انتوما كنديروا لهم بحال هكا، كنلبسوهم بطبيعه الحال، كنلبسوهم في الليل وكنحاولوا اننا نلبسو، قدينا نلبسو جوج يعني واحد فوق واحد حسن باش ديك الرائحه ديال البصل ما تقسمش في الحوايج هذه، وكيجيب الله سبحانه وتعالى الشفاء. معلوم ان البصل كيحتوي على معادن وكيحتوي على بروتينات وكيحتوي على يعني ضد الاكسده، وسبحان الله يعني لاحظوا العلماء انه يعني كيحارب يعني الحراره، ملي كتكون الانسان فيه السخانه وكيكون فيه هذيك الامراض ديال راكم عارفين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.